حصد فريق مدرسة النبوية موسى الإعدادية بنين المركز الأول في مبادرة أولمبياد مصر مع جائزة مالية تقدر بقيمة 100,000 جنيه، وذلك بعد فوزهم في المسابقات التي أجريت على 3 مراحل وتفوقهم في مسابقة المعارف العامة والثقافة الرياضية. بينما حصد المركز الثاني فريق طالبات مدرسة الثانوية الجديدة بنات، وحصلوا على جائزة مالية تقدر ب50,000 جنيه مع تبني المشروع الفائز، وهو مشروع طبيعتك تميزك، وكذلك مشروع ملاعبنا، واللذان حصلا بالتساوي على مجموع 85 درجة من لجنة تحكيم المشروعات. أكد وزير التربية والتعليم رضا حجازي أن الطالب المصري يحتاج لفرصة وعناية لإظهار قدراته، فيما شدد محافظ السويس عبد المجيد صقر على أن طلاب أولمبياد مدارس مصر هي نواة قوية لبناء المجتمع.